عندنا ابطال في البوله. سهرات وهادشي حيت جيت للمخيم كيعجبني بزاف. مدينتي رايا القراطي وفرع فرو كيعجبني المخيم وكيدير لنا سهرات متنوعة وكيعطيونا وقت فر وكل يوم مكناش مكملين دابا بقينا مخيمين وكيعجبني نشاط البحر. فرح حتى لمدينة فاس انا عجبني هاد المخيم بزاف لحقاش فيه مؤثرين ظريفين واطفال تاهما ظريفين لا يديرونا داكشي اللي بغينا جينا دا نفرح تبرو المخيم زوين بزاف وكنجي فيه مزيان والقطو حدا هو مزيان كيتعامل معانا مزيان وتغذية مزيانة وكلشي مزيان. جينا في المنجلي مدينة تبرو عجبنا المخيم بزاف وكلشي فيه زوين عندنا صارت واعرين عندنا روح كنلعبو نشاط زوينة وكلشي مزيان وكلشي عجبني. أنا سيدي على اختلاف اليوم مدينة المخيم، المخيم زوينين والمؤثرين كلشي ظريفين، كيتعرفو على العالم بزاف ونخدم فيكم شقري على اختلاف اليوم، كلشي المهم المخيم عشوائيين، المؤثرين شلال، كلشي شلال الحمد لله، الماكلة وخا شلال الرفيع،
بنت عمر بحاكمها صارت تشيرت كل شيء مخيم زوين كل شيء موجودة لأول مرة نجي في حياتي قريت أركمان مخيم زوين أنشطة زوينة مؤخرا زوين كل شيء خطا حصاوي بمدينة الدار هاد المخيم جبنا بزاف و جمعة صفحة اسمي محمد مدينة تونس مخيم زوين وأنشطة زوينة ومقصرين معنا زوينين الحمد لله السلام عليكم خلي الراي عشبه المخيم كيشنا السباحات حابة مخاخ المعلمين مش مخصص مدينة سكان مخيم جميل والبحر أنا من مدينة كاس عجبني هذا المخيم أول مرة نجي هذا المخيم عجبني في السباحة بكل أنشطة بأي حاجة شقاني أيوب الجبناني أول مخيم وش أصغاس بعده يعجبني الطوس مني زي زي فنطيب فرع فنطيب قلت مني إن شاء الله عندي قوانة ديسة يعجبني تكون ديس الأنشطة تكون ديس كل شيء ربحة يوميا تكون الأنشطة جنان تيرك شمان كل شيء هذا في العام الثاني بزاف مخيم زوين ماكلة متنوعة الأطول طرفين معانا النشاط كاين الأنشطة كثيرة يعني متنوعة هي السباحة مزيانة تناخذ الوقت ديالنا الكافي ويعني مزيان المخيم ترجع من هذه الجهه
لا ما تعرفش الحادثه لان الطفل ربما انه يمشي كيلعب لينا بداك الراسيف، وداك الراسيف دائما ما كيشكل خطر، لانه كيشكل خطر على من؟ على الاطفال وعلى الصحه ديال الاطفال باش ما يتعرضوش لواحد الحادثه. واخا يلاه نشري السوسه خصني نمشي في الشياك اليمين ديالي او نمشي في الوراق ديالي، ما خصنيش نطلقوا. علاش؟ انا ممكن انه يعض شي واحد، او ممكن انه شي قدام شي سياره او شي دراجه هوائيه او شي دراجه ناريه، بهذا غادي كنشوف متشكل خطأ على الحياه ديالي. انا هو وضعيه غير سليمه، شي وضعيه اخرى، شي وضعيه اخرى غير سليمه، شو الدراجه الهوائيه؟ تفضل. غادي ممر راجلين، ولكن هاد الدراجة الهوائية واش غادي في ممر الأماكن المخصص لها؟ لا، خصنا نشوف الأماكن المخصصة الدراجة الهوائية. ولكن دير الخودة ديالو، يعني كتحمي راسك، نعرفوا أن أهمية الخودة كتحمي راسنا من الصدمات المفاجئة، ولكن غادي في ممر غير مخصص الدراجات الهوائية، وبهذا غادي تشكل خطأ على الحياة ديالو. شكون غادي يمشي بالسيكليت هنا؟ شكون غادي تكون دراجة هوائية؟ شكون غادي تمشي في هاد المكان هذا؟ أنا فين كتمشي؟ أماكن كتشد أو أماكن مخصصة للعب بالدراجة الهوائية. مزيان، هذه وضعية غير سليمة كذلك. شوف ما شاء الله غادي نتكبروا، غادي ندوزوا فيكم. تفضل. وقفة في ممر الراجلين، يعني ما محترمش المكان فين دايزين. بهذا أنا السيارة خصها توقف في الأماكن المخصصة للسيارة. واحد واحد خمس. برافو عليكم، غندير واحد النقطة حسنة لهاد الناس اللي معانا، معايا كلشي. مولانا أكتب شرق اللحيمي من فوق المائدي، مولانا مولانا وأكتب، مولانا مولانا وأكتب. والصبح قد أتى الليل قد ولى، والصبح قد أتى. شكرا شكرا. أول مرة كتجيب الأركمان؟ أه. عجبك الأركمان؟ أه عجبني بزاف. عجبك. إمامي، أنا من مدينة رشيدية، جاني مخيم مزيان والأطر تاهما تيعاونونا، وتنشكر الأطر بزاف والمخيم والمدير ديال المخيم هشام. أنا أدري مدينة رشيدية، منظمة الشروق. مخيم زوين بزاف. كنشكر المدير هشام هاشمي، منظمة الشروق، المنظمين ديالنا وجميع اللي كيدوزوا في هذا المخيم وكيديروا مجهود كبير، وكنشكرهم بزاف على هذا المجهود ديالهم. زايدي ساكنة في مدينة الرشيدية، وكنشكر الأطر ديالي، جيت لهذا المخيم باش ديالي، وكنشكر المؤطرة ديالي مريم، وكنشكر المدير هشام، وكنشكر الأطر ديالي، وكنشكر الكاميرا. شفت الدان، جيت لهذا المخيم باش ننمي المهارة ديالي. كنشكر المؤطرة ديالي مريم السراطي. بين الرشيدية والناظور ما كاينش الفرق بزاف، ولكن النظر بالفرق ما بيناتنا هو البحر. البحر كاين اركمان فيه البحر. مشيتي للبحر؟ ايه مشيت. عجبك البحر؟ ايه بزاف. وعندك تغرقي. ديال عليبوش، مدينة رشيدية، جينا لهنا المخيم الناظور. عجبني بزاف هاد مدينة الناظور، زوينة بزاف مدينة. وعجبتني زوينة حتى الأطر ديالنا، مؤثرين زوينين. وعجبتني بزاف الأكثرية المؤثرة ديالتي مريم السراطي اللي كنشكرها بزاف. وكنشكر والدي حيت شجعني باش نجي للمخيم، وعجبني بزاف المخيم، كيديونا للبحر وكيديونا نخرجوا خرجات زوينين بزاف. سميتو دعاء العالمي من فرس فاس. الصراحة المخيم عجبني بزاف، والأنشطة ديالو زوينة، والبارح في الليل درنا العرس المغربي، والصراحة الماكلة حتى هي بنينة، وكل شيء عندهم زوين. والصراحة في البحر كيعطيونا وقت محدد،
وكان عمو مزيان، وصراحة كل شيء زوين وعجبني الحال. وكنشكر ماما وبابا اللي صيفطوني لهذا المخيم، وشكرا بزاف. طيرين مؤطرة صارة ديالي اللي هي ظريفة في الصراحة، وكامل وكاع المؤطرين ظريفين، والصراحة تا البلاصة هذه اللي جابونا ليها زوينة. شكرا.